بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا. إن شاء الله عايزين نتكلم النهاردة هنقول محاضرة على البيلدينج مانجمنت سيستم، أوكي؟ ولكن في العادة كنا بنتكلم على basic idea of building management system، ايه وظيفتها بتعمل ايه. المرة دي عايزين حسب طلب المهندس محمد حيدر مني، قال لي عايزين يبقى المرة دي the theme of the exhibition is how to implement ASHRAE standards for energy saving. فلازم تخلي محاضرتك فيها إشارة إلى ASHRAE standards التي تتعرض لموضوع الـ energy saving، طبعا بتبع الكنترول الـ BMS. فالموضوع هيكون هو ان شاء الله تتابع عمليات التحكم في تكييف الهواء بناء على ASHRAE ستاندردز، خطوط ارشاديه لترجمه يعني اجتهاديه للاشري بتطلعها تحت مسمى ASHRAE جايد لاين. كلنا عارفين ودرسنا في الكليه زمان الكلوزد لوب سيركت للتحكم، اللي بتقول انه في طبعا في دايره درسناها اسمها اوبن لوب، وفي درس دايره درسناها اسمها كلوز لوب. كلوز لوب عباره عن انا عملت ايه؟ بتاخد سيجنال من الكنترول فيريبل عندنا، ولو احنا بنتكلم على تكييف يبقى الكنترول فيريبل عندنا درجه حراره المكان، الهدف هو كومفورت. فباخد اشاره من الكنترول فيريبل هو الهواء، وبقول للكنترولر يا كنترولر درجه الحراره دي وصلت 25 او 27. فالكنترولر بيقارنها بالست بوينت، ست بوينت عايزينها كام؟ 24 مثلا، اوكي. فالفرق فيه درجتين، بعدين في فرق درجتين هياخد اكشن. هياخد اكشن وبعدين هياخد اكشن يقول لي ايه؟ يقول للاكتويتر بتاع الكنترول فالف افتح شويه او اقفل شويه. فلما يحصل كده يبقى البروسيس بتاعتنا في الكولينج كويل حقق التبريد اللي انا عايزه، اجي اقيس درجه الحراره لها ايه؟ وصلت اللي انا عايزه. انا عامل سيت بوينت، فيكست سيت بوينت، احفظوا بقى الكلمه دي بقى، فيكست سيت بوينت ده عمود الفقره المحاضره النهارده. فيكست سيت بوينت على 24، هنا وصل 24، يطرح 24 من 24 يطلع صفر، يبقى نو اكشن. لكن لما يكون في اكشن بيحصل ايه بقى؟ لو بعمل هيتنج بس زي كده بلاقي انه بيسخن وتطلع فوق اعلى من المطلوب، يرجع اقل من المطلوب لغايه ما ايه تستقر. لما تستقر تستقر مع وجود اوف سيت. اوف سيت يعني ايه؟ ايرور، خطا يعني، او بلاش خطا، ايرور دي هنستعملها في كلمه الفرق ما بين المطلوب والسيت بوينت. هنسميها اوف سيت، هنسميها ديفيشن، حيود. اوكي طيب ايه اعمل ايه عشان اتخلص من الحيود ده؟ نخلي الكنترول ما يديش سيجنال متناسبه مع الايرور، لكن يدي سيجنال متناسبه مع الايرور بلس انذر سيجنال عبارة عن تكامل الايرور. طيب بعد كده يعني لما عمل تكامل ايرور اتخلصت من الاوفسيت، شايفين؟ مفيش اوفسيت اهي، بس لسه عندك شوية انستابيليتي متمثلة في ايه؟ اوفر شوتنج، اندر شوتنج، اند سو اون. لو خليت السيجنال اللي خارج من الكنترولر ثلاثة سيجنالز، واحدة بروبورشنال للايرور، والثانية انتجرال للايرور، والثالثة تفاضل الايرور، في الحاله دي ابص الاقي يحصل ايه؟ مفيش يعني لا في اوفر سيت، لا في اوف سيت، ولا في اندر شوتنج، ولا اوفر شوتنج. اختفت الانستابيلتي واختفى الاوف سيت اللي هو الديفيشن. كويس، ممكن اعمل احسن من كده باجراءات اخرى مش موضوعنا دلوقتي. ده الاسلوب التقليدي اللي احنا كلنا عارفينه، ما حدش مش عارف الكلام ده. السؤال بقى، is there any way for resetting the set point to save energy؟ ده موضوع النهارده يا جماعه. الرسمه بتاعت كلوز لوب قلنا في fixed set point 24 درجه، وبشوف انا الغرفه كام، واشوف الرقم ده ايا كان، وقارنه بال 24 according to the difference according to the error الكنترولر بياخد اكشن. وزي ما شفنا بياخد اكشن بايه؟ ثلاثه كومبوننتس السيجنالز، واحده متناسبه مع الايرور، واحده تكامل الايرور، واحده
اشتقاق او تفاضل الاير. السؤال هل ممكن اغير في السيت بوينت اصلا؟ هو ده موضوعنا النهارده. قبل ما نستعرض التفاصيل فيه نشوف بس ايه فكره عامه. كلكم طبعا عارفين how to select a control valve, انواع الكنترول فالفز. مفيش وقت اقول المصطلحات اللي احنا بنتعرض لها دايما في الكنترول فالف, بس من الاخطاء الشائعه دايما واحد يروح يطلب كنترول فالف يقول له لو سمحت عندي بريشر دروب قد كده والفلو قد كده اتفضل, واحد يقول لا انا عندي ارخص من ده 60% اتفضل, فياخده ما اشتغلش. ما اشتغلش ليه؟ لانه ما انتبهش ان في حاجات مهمه في اختيار الايه؟ الكنترول فالف اللي احنا بنسميها كلوز اوف بريشر. يعني ترومبه بتطلع ميه عند ضغط 8 بار. حضرتك شاري كنترول فالف بيديك الفلو اللي انت عاوزه مظبوط, وبيديك البريشر دروب اللي انت عاوزه مظبوط, وقوه ضغطه عشان يقفل 5 بار. ان شاء الله هيقفل امتى بقى؟ نيفر. ها؟ It will never close. فلازم وانا بختار الفالف انتبه النقطه دي. الكلوز اوف بريشر بتاعه كام؟ والضغط عندي كام؟ لو الضغط عندي 8 بار يبقى اجيب فالف يديني 8 بار. ده من ايه ده؟ انا عملت حاجه غلط يا جماعه؟ يبقى يديني 8 بار بلس 25%. ليه؟ فاكتور اوف سيفتي. ما يبقاش 8 بار 8 بار, اي ديفيشن معناه مش هيقفل. فلازم يكون اقوى من 8 بار عشان يعرف يقفل وقت ما كان عايز. مش قادر استعرض بيت النقط عشان الوقت اتضيق للاسف. من الاسئله الحرجه اللي مش هتلاقي لها اجابه دقيقه في السوق, اختار البريشر دروب للكنترول فالف ازاي؟ طبعا لها اجابه في الكورسات اللي بندرسها بتاعت اشري. يقول لك ايه؟ انت عندك دايره والدايره دي فيها كويل مثلا البريشر دروب بتاعه كذا بي اس اي او كذا كيلو باسكال, اوكي, وفي عندك احنا بنسميه هوك اب بايب كونكشنز والحاجات الاكسسوارز دي, سترينر ازوليتنج فالف تي وهكذا, مجموع البريشر بتاعهم مثلا 30 كيلو باسكال, اوكي, يبقى مجموع الاثنين مع بعض الكويل زائد الهوك اب 50 كيلو باسكال. فيري جود. يبقى اختار الكنترول فالف البريشر دروب بتاعه كام؟ اتفضل يا باشمهندس. ها؟ اتفضل قول. يعني اعلى من كام قصدك؟ اعلى من 50. طيب دي اجابه. في اجابه ثانيه؟ مين اللي بيتكلم؟ نص المجموعه 25 كيلو باسكال بيزد اون وات؟ اولا اشكرك بس عندك سبب لها او كده. طيب في اجابه ثالثه؟ اتفضل. ها؟ 20 اللي هي الكويل. انت شغال فين بقى حضرتك؟ ها؟ وبعدين في الحكايه دي الكلام ده هو ده السائد شائع في السوق لكن مش ده الصح. خلينا نتكلم بالصح الاول وبعدين نقول الشائع ايه بقى. بس اسم حضرتك؟ شكرا يا باشمهندس مؤمن. في حد عنده اجابه اخرى؟ الاشري بيعلمونا في الكورسات بتاعتهم عشان ما ندرسها نقولها, بيعلمونا نقول ايه؟ يقولوا في مدرستين, الاشري نفسه بيقول مدرستين, يا اما تاخد كامل القيمه 100% يعني يبقى 20 30 50 تاخد ال 50 دي مدرسه. الاشر بيقول كده. في مدرسه ثانيه يو كان تيك زي المسيح حسين عز الدين ما قال 50% اوف ذا توتال فاليو. توتال فاليو بتاعت ايه؟ الفالف بريشر دروب والهوك اب بريشر دروب 20 و30 يبقى 50, يعني تاخد نص ال 50 يعني 25 كيلو باسكال. باشمهندس حسين لو انت هتاسس الشركه وتحتاج مبلغ وانا قلت لك هشاركك بنفس المبلغ يعني 100% من اللي انت هتدفعه, يبقى انا نصيبي في الشركه كام في الميه؟ كله صرح 50%. ما دام ادوا
فالشركة مع بعض المبلغين أنا نصيبي بـ 50%. عشان كده يقول لك إيه؟ وبعدين يقول لك إيه؟ Valve should have a pressure drop in the range of 50%. طبعا قلناها دي ل 50 ل 100% of the pressure drop through the rest of the subsystem. In other words, the valve pressure drop should be about a tilt. الأشر حتى نفسه غلط، غلط وكتبها 30%، 30% مش التلت. ها؟ يبقى تلت لأن في الشركة لو أنت هتأسس الشركة وتحتاج مبلغ وأنا هديك نص المبلغ يبقى نصيبي في الشركة واحد على ثلاثة. يعني أنت تقدم مرتين، بقى أنا كوم وأنت ثلاث أكوم وأنت كومين، يبقى الثلاث أكوم نصيبي كام؟ واحد على ثلاثة. يبقى إذا لو خدنا 50% من البريشر دروب للكنترول فالف معناه كده إنه بيساهم بالتلت على الشروة كلها. لو خد قدهم يبقى خد 50% من التوتال بريك. يبقى عندنا هنا ايه؟ رايين. الاشر بيعلمنا كده. اما في السوق فيقول لك انت هتوجع دماغك تحسب الهوك اب. يا عم هو الكويل كام؟ خلاص خد الكويل وخلاص ماشي حالك. يلا عشان عايزين نسلم. الله ينور عليك. دول احسن ناس في الدنيا. ده اللي هو ايه؟ ريح دماغه خالص. ما عندوش معاناه. انت 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 مش انت مشغول، هو مش مشغول. لا اله الا الله محمد رسول الله. طيب مش عايز اخش تفاصيل برضو. دايما الفالز طريقه فتحها الاختيار ليها يعني كل واحد له وظيفه يعني وكل واحد له كيرف لما اجي ارسم الكاركترستكس اوف فلو. يعني فالف زي ده ملوش هنا بلاج نزل كده، مجرد قطع شويه فوق يروح فاتح على طول. فتدوس تلاقي الكيرف ده عامل ازاي؟ اهو مجرد فتحه صغيره بس زي كده عمل فلو ضخم جدا اسمه ايه؟ كويك اوبننج فالف. لكن ممكن يبقى عندك حاجه زي كده لينير، انا مش عارف اتحرك بسبب البتاعه دي. لينير يعني في الصفر يبقى صفر، في الفل يبقى 100%، في النص يبقى نص. اسمه لينير. عشان كده تلاقي الكيرف بتاعه ايه؟ ستريت لاين لينير. الحاجه الثالثه ممكن يبقى حاجه معقده بقى شويه بقى، يبقى بنسميه ايه؟ ايكوال برسنتج. لازم اوريها لكم بقى. ايكوال برسنتج بتبقى عامل ازاي؟ لما تيجي تاخد اي قيمتين، اي قيمتين هنا مثلا وتشوف الحرف 7 ولا فلو اي قيمتين زي كده شوف الفرق بينهم كام؟ اقسمها قيمه صغيره يطلع برسنت معين. تعالى كرر ده، انت خدت من 40 ستيل، خد من 80 100 قيمه هنا قيمه هنا، اقسم الفرق بينهم واقسمها صغيره يطلع نفس البرسنت. عشان كده بيسموه ايه؟ ايكوال. ارجو ان كل حته دي واحده شويه. احيانا بيشيع حاليا استخدام فالز بنسميها ايه؟ بريشر اندبندنت كنترول فالز. بدات تشيع وبدات شكوى منها. مش ده موضوعنا، المهم ايه؟ لها وجود حاليا دلوقتي. طيب ننقل بقى الكنترول فالف والكلام من ده كومبوننتس بنسميها ايه؟ فيلد ديفايسز. الشبكه بتاعت البي ام اس تحوي ايه؟ تحوي اربع طبقات. والله كده ده اختراع جديد جميل، شكرا جزيلا. الشبكه بتحوي 4 لايرز يا جماعه. نبدا من فوق. اول مستوى فوق بنسميه مانجمنت ليفل، صاحب المصنع، مدير الشركه، مدير المستشفى، مدير الفندق، هو ايفر. اوكي ماشي، عنده كمبيوتر وبيقدر يشوف كل حاجه وياخد ريبورتس ويخسر يعني يلغي حد ويشيل حد وهكذا، عنده كل الصلاحيات. انزل تحت شويه في الصلاحيات، اقل شويه اطلع عند التكنيشنز والمهندسين اللي بينزلوا برنامج يحطوا برنامج ويلغي مش عارف ايه ويحط دي سي واحد اتحرق حط مكانه، ينزل سوفت وير يعمل ابديتنج يعمل ريبورتس وات ايفر. فده اسمه ايه؟ اوبريشنز ليفل. استوى بعد كده احنا بنسميه ايه؟ ناس بتسميه الاوتوميشن ليفل، ناس بتسميه سيستم ليفل اللي هو دي سيز. اخر ليفل تحت
اللي هو الفيل ديفايسز، المساكين، عساكر الشطرنج، الاكتويتر اللي انت بتقول له اقفل وافتح، الفالف اللي بيسمع كلامك كلام الاكتويتر، السنسور اللي بيديك اشاره يقول لك البريشر كذا والفلو كذا وهكذا. ده شكل لها اكثر واقعيه شويه يعني. كلكم مألوف لكم كلامي. مش عاوز اطول في الحته دي برضو. قبل سنه 95 الدنيا كانت صعبه شويه في البي ام اس، لانه كان كل شركه عندها منتجات لا تتوافق ولا تتعامل ولا ما تشتغلش مع كومبوننتس اخرى، لغايه ما رحمنا مايك نيومان، ربنا يرحم امواتنا جميعا، توفي قريب، تولى الموضوع ده عضو اشري وتولاه من سنه 87 لغايه 95 وطلعوا لنا اوبن بروتوكول. يعني ايه بروتوكول يا جماعه؟ ناس يقول لك بروتوكول معروف، مش عارف بروتوكول، اتس لانجوج. غلط. البروتوكول ده سوفت وير. غلط. ايه هو البروتوكول طيب؟ مين يعرف لنا البروتوكول؟ اتفضل. نعم؟ اجراءات تنفيذيه، كلمه عامه شويه، عايزين حاجه اكثر وضوحا شويه. ها وايه بليز جيت مان يس بليز نعم الله عليك. طب كمل. طيب ليه لا خلينا في الجزء الاولاني بس كفايه. ها ايوه كده ايوه كده تعرفها ايه السيت اوف رولز جوفرنينج The transfer of data. نعم يعني ايه؟ قواعد بتحكم كيفية انتقال البيانات. برضو يعني ايه؟ هو البيانات لها قواعد؟ طبعا. زي ما عندنا في البروتوكول في الدبلوماسية، لما يجي رئيس تستقبل رئيس، أما يركبوا العربية مع بعض، أو تعزف السلام الوطني، مين الأول؟ ولا ما تفرقش؟ أيوه كده. الرئيس معاه مراته والرئيس معاه مراته. مراته تقف فين؟ مراته تقف فين؟ ولا ما تفرقش؟ ايوه كده. هياكل هيستعمل حرس الشرف، مين يستعمل حرس الشرف؟ الرئيس المضيف ولا الرئيس الضيف؟ فمجموعه الحاجات الدقيقه دي استعاروا الكلمه بتاعتها بروتوكول حطوها عندنا في الشبكات. طبعا بي ام اس شبكه. فقال لك برضو نفس الاسلوب بنتبعه في نقل البيانات. الباشمهندس حمدي مثلا عنده جهاز وحضرتكم معاكم 40 جهاز، ادي 50 جهاز مثلا، في 50 جهاز في الشبكه. هنخلي البيانات تنتقل ازاي من الكمبيوتر للكمبيوتر؟ هل بتدور؟ قول له واحد وبعدين اثنين. هل بتدور اديله تايم سبان ويقفل وبعدين اللي بعده؟ هل اللي يخش الاول يروح داخل ويروح قافل على الباقي لغايه ما يخلص؟ دي كلها اسئله عايزه اجابه. اللي يجاوب على الاسئله دي هو ده البروتوكول. ايه هو البروتوكول؟ سيت اوف رول جوفرنينج ذا ترانسفير اوف داتا أو governing the exchange of data on a network. كده متفقين؟ يبقى مجموعة قواعد زي ما حضرتك قلت أهو. طيب، إيه علاقة ده بموضوعنا؟ إن قبل ما يطلع البروتوكول مفتوح، يعني إيه مفتوح الأول؟ والأول كان في شركات كل شركة عندها بروتوكول لمنتجاتها. فهتجيب هانويل، يبقى هانويل مدى الحياة عندك، ما ينفعش تجيب غيره، هتجيب جونسون، هتجيب وات إيفر، أيام ما كانش تفهم خلاص ما حدش يتفاهم مع تاني. لما طلع اوبن بروتوكول اللي هو بتاع اشرس 95 بقى في عندك امكانيه تركب بي ام اس من اكتر من منتج من اكتر من شركه بس they are all adopting the same protocol. ده الشرط كلهم على بروتوكول الباك نت يبقى هات من كذا شركه. الثقافه دي لغايه النهارده لم تنتشر لم تدخل مصر بشكل واضح. لازلنا بنقول ايه هو البي ام اس خدوه شركه ايه؟ لازلنا بهذه الثقافه ثقافه ما قبل 95. المفروض نقول هو البي ام اس على بروتوكول ايه بس يبقى كده هتجيب اكتر من شركه. ليه اجيبك من شركه؟ عشان اكثر الاحتكار. هو اصلا اتعمل ليه البروتوكول الاوبن؟ اشري تعبت فيه 7 سنين ونص ليه؟ عشان يخلي الراجل صاحب المنشاه يجيب كنترولر من اي مكان، ما بقاش الراجل حبسه احتكره. هذا كل الموضوع اللي بعده. طبعا بيطلع كل سنه بيحصل له ابديتنج في العشري، وكان في بروتوكول منافس ليه زمان بس خلاص اختفى ضعف خلاص ما بقاش قادر على نفسه اللي هو اللون ويردز.
لون ووركس لون ووركس طبعا شركه اسمها اشلون في امريكا شكل الشبكات بقى التوبولوجي ممكن تاخد شكل نجمه ستار توبولوجي ممكن تبقى باس توبولوجي ممكن تبقى باس توبولوجي زي دي ممكن تبقى رينج توبولوجي زي دي it can take any form whatsoever طبعا لما واحد يجيب لك منتج انت ما انتش عارف هو صادق ولا مش صادق لما بقول لك ده مطابق لباكنت تعرف منين باكنت ريحتك عملت لك حاجه اسمها باكنت تيستينج لاب فاللي ياخد الختم بتاع التيستينج لاب ده يبقى معناه انه خارج من عندها على ضمانتها هي ان المنتج ده مطابق لباكنت ايوه كده خارج من المعمل بتاعها كلمه جيت واي يعني يا جماعه جيت واي ها صح دايما الناس تقول لك ايه انترفيس جيت واي ده انترفيس صح طب لو سالنا الاستاذ صقر بتاع الراوتر يقول لك انترفيس حيرتونا لو جبت المان ماشين انترفيس دي شاشه في البيت يقول لك ده انترفيس لما بين المكنه بين الانسان والمكنه بين الانسان والسيستم ففي حاجات كتيره رابطه بين حاجتين اسمها انترفيس اما انا لهذا الليل ان ينجلي اما انا لهذا الفارس ان يترجل فخلاص الكلام يا جماعه بيحذرونا يقولوا ما تفرحش انك بتجيب جيت واي هو انترفيس اللي يقول انترفيس ده بقى مش فاهم لان افهم منها ايه راوتر ولا جيت واي ولا ايه بالظبط فدي كلمه عامه ايه الفرق بين راوتر والجيت واي في البي ام اس الجيت الراوتر هو انترفيس ما بين تو سب سيستمز او تو سب نيكس شبكتين صغيرتين بس مختلفتين في التكنولوجيا فدي نيد راوتر اوكي يعني ايه مختلفين يعني مثلا واحد عنده شبكه بي ام اس كبيره مبنى كبير بس الفان كل يونتس جايب لها شبكه خاصه لان الفان كل صغيره حرام يجيب لها دي سي غالي فجاب لها سيستم كده اسمه ايه او مشي على منظومه تقنيه كده على قدها شويه ماشي بس ما اربطها بالباقي لازم محتاج ايه راوتر طيب افرض هربط حاجه بحاجه مختلفين في البروتوكول بقى ما ينفعش الراوتر ينفع لازم زي ما المهندس حمدي حافظ قال مين اللي قال المهندس صار زي ما قال يبقى ما ينفعش الراوتر اجيب جيت واي يبقى ايه الفرق بين جيت واي والراوتر جيت واي زي انترفيس بين تو ديفرنت راوتر بين تو نتوركس ديفرنت تكنولوجي but the gateway is the interface between two networks or two subnetworks different in protocol فعايزين نقول لهم الكلام ده ما تفرحش بالجيتواي الجيتواي ده زي المصيده بتاعت الدببه الغابات ده فخ يعمل باجز يعمل مشاكل ما تفرحش بالجيتواي طب ايه المطلوب يعني اعمل ايه طيب اذا كان عندك امكانيه تركب سيستم بدون جيت ويز يبقى ارحم مش برضه مش فاهم يعني اعمل ايه يعني انت عندك مهندس بيصمم مشروع تكييف مهندس بيصمم واختار التشيلرز ومهندس بيصمم بي ام اس مهندس ثالث بيصمم فاير الارم في اللوكرن سيستم ما اعرفش فين واحد رابع بيصمم مصاعد هربطهم ازاي يقول لك جيت واي يا فرحتي طب ايه رايك لو خليت انا بتاع الفاير يكون جايبها على شغال على بروتوكول باكنت والتشيلر يكون قاعد مع الراجل بتاع البي ام اس قال له انت بعد اذنك توصفت البي ام اس حددت ايه البروتوكول سميته طيب طب ادهولي بعد اذنك عشان احطه عندي في مصفات التكييف حد بان كده في السوشيم اذا لو الاستشاري عمل كده خلى اللي بيوصف التشيلر يحط الكنترولر البانل بتاعت التشيلر مستخدمه البروتوكول اللي الراجل زميله بتاع بي ام اس حطها والفاير الارم زيه والمصاعد زيه هحتاج جيت واي بس ادى الهدف من الموضوع ده ها وما فيش هنا سماعات للي بيتكلم بالظبط كده بالظبط كده الوقت ضيق قوي يا جماعه مش عارف اقول ايه وما اقولش مش عارف المهم عايز اقول بس نقطه مهمه شكلنا كده قربنا نروح
What actions has ASHRAE taken for BMS to save energy? نرجع نقول تاني هو ده موضوع النهارده. ايه اللي طلبته ASHRAE؟ ايه اللي وصفته ASHRAE؟ In order to save energy عن طريق البي ام اس. حد عنده اجابه على السؤال ده؟ اول حاجه من سنه 99 عشان تعرفوا احنا متقدمين قد ايه. تضحك؟ من سنه 99 وASHRAE ستاندرد 90.1 is urging people to take actions in their design to save energy. ولكن هل من المستمع؟ اوكي. يا جماعه غيروا شويه. طيب غيروا في ايه؟ فاكرين الرسمه بتاعت الكلوز لوب؟ ها؟ قلنا فيها ان في ايرور ما بين ايه؟ ما بين السيت بوينت وبين الكنترول فاريبل اللي انا بقيسه اللي هو بالنسبه للتكييف مثلا يبقى ايه؟ سبلاي اير تمبشر او ريتيرن اير تمبشر. ممكن يبقى تشيلد ووتر تمبشر. ممكن يبقى بريشر في اي حاجه ايا كان الكنترول فيرب فبقارنه بالست بوينت واشوف الفرق واخد اكشن. ASHRAE عايزه تقول لنا الكلام ده موضه قديمه. ركزوا شويه. ليه ما غيرش في الست بوينت in such a way that comfort is attained while energy is saved. يعني ايه؟ كلام مش مفهوم. نشوف تفصيله. في فقرة بتقول ايه؟ For multiple zone VAV systems having a total fan system motor nameplate horsepower تتجاوز الخمسة حصان باستخدام كنترولرز اللي هي دي دي سي اللي انت عارفينها. اما نكون بتحكم في VAV boxes يمين البريشر اللي خارج من VAV بوكس فيبقى الستاتيك بريشر سيت بوينت هنا سيت بوينت على بريشر بقى مش على تمبشر بقى ننسى بقى 23 درجه لكن على بريشر تظبط على كام 120 باسكال متر سيب وات ايفر يعني نغير في السيت بوينت شويه يعني نغير في السيت بوينت شويه عشان بالك بالتمبشر انت في المكان ده حضرتك لو ظبط الحراره عايز تظبط على درجه كام حضرتك 22 مثلا 22 لو انا خليتها 22 وبعدين جيت بعد شويه كده ضحكت عليك خليتها 21.6 هتحس بالفرق؟ احتمال لا احتمال اه لو لا يبقى زي الفل اكمل خليها 21.1 هتحس بالفرق؟ لا خلي بالك كلمه هترد يعني ما تردش هتقول اه ولا لانه ممكن ابقى اكلمك في وقت يكون في قاعد هنا 50 ممكن يكون وقت قاعد في 13 فهتختلف برضه مش لازم اللي تقوله دلوقتي ينطبق عليه بكره ممكن العدد ده يبقى ضخم جدا بكره ممكن يبقى الصوم في اجازه فبرضه وممكن يجي سحابه كده ولا بتاعه مغيمه ما بقى فيش ايه سولر في الجين على الازاز مثلا يعني ممكن تتغير الظروف فلو عرفت اغير في السيت بوينت in such a way to save energy واضحك عليك بدرجه بسيطه ماشي ده اسمه ايه؟ سيت بوينت ريسيتنج ده العمود الفقري يا جماعه الكلام النهارده سيت بوينت ريسيتنج فبيقول لك في الحاله دي تعمل ايه بقى؟ يبقى الستاتيك بريشر سيت بوينت شال بي ريسيت ما تقوليش بقى 120 باسكال لا هنغيرها بقى شويه يعني ايه نغيرها؟ هزود ولا اقلل؟ اقلل يعني هدي هواء قليل ايوه لو اشتكى المهندس حمدي خلاص انا مش اشتكى هستجيب الشكوى بس على طول ولا بعد شويه نشوفها دلوقتي سبلاي اير تمبشر ريسيت كنترولز ده العنوان سبلاي اير تمبشر ريسيت كنترولز مالتيبل زون اتش في سي سيستمز ماست انكلود كنترولز ذات اوتوماتيكلي ريسيت خلي بالك اوتوماتيكلي دي اوتوماتيكلي ريسيت هتظبط الموضوع ده بشكل الي يعني تعمله ازاي؟ دي سبلاي اير تمبشر ان ريسبونس تو ريبريزنتيف بيلدينج لودز يعني اذا ممكن الاحمال تتغير ايه؟ ممكن اللي عمله النهارده ما ينفعش بكره. The controls shall reset the supply air temperature at least 25% of the عادي شويه. يعني ايه ريسيت يا جماعه تاني؟ احنا عملنا كذا ها؟ ايوه
ما تقوليش بقى فيكست، ما تقوليش 23 او 22، لا خليها نغيرها شويه نوفر بقى طاقه. انت في الشتاء عاوز مثلا 21 درجه او 22 درجه، لو انا خليتها لك بدل 21 20.5 هتفرق معاك في حاجه؟ لو ما فرقتش يبقى زي الفل، وانا وفرت كهرباء خفضها كمان نص درجه، لو فرقتش فرقت ابتدي بقى نشوف نعمل ايه. او في البريشر نفس الكلام، او في الكولينج نفس الكلام. جاسترو اتش في سي سيت بوينت كنترول within 30 minutes ده دخل في التفاصيل بقى هتنفذ. يعني اللي انا عايز اقوله بقى ايه، اشري تعبت في موضوع الانرجي سيفنج وطلعت لنا ستاندرد 90.1 بتاع الانرجي، وطلعت اشري ستاندرد 62 اللي احنا بنسميه ايه فنتيليشن، وبرده في الفنتيليشن قالت كلام. لما يكون عندك مثلا قاعه مجلس الشعب فيها كميه فريش اير تكفي للاعضاء 500 فرد، لما يجي عندنا ضيوف من بلاد اوروغواي عددهم 70 مش 500، ليه ادخل كميه الفريش اير اللي متظبطه في الانلت على انها بتكفي ل 500 فرد؟ مش ده حرام؟ ليه ما ايوه كده. فاذا حتى كمان الاشري ستاندرد 62 ليه في الموضوع ده كلام اهو. وقال لك ايه بقى؟ The ventilation air distribution system for variable air volume and multi-speed constant air volume الاثنين يعني applications shall be provided with means to adjust the system to achieve at least the minimum ventilation. ما تدورش تقولش بقى ده انا بصمم على اساس 500، لا شوف المينيمم قد ايه. انت عندك العدد قليل يبقى هات الهواء كميه الفريش اير اللي على قدهم، خفض في الطاقه. حرام تجيب كل الكميه دي وتنزلها من 40 درجه لغايه السبلاي تمشي، حرام. اوكي طب يعني اعمل ايه؟ هو بقى المصطلح ده اللي عايزين نعرفه بقى بيسموه ايه؟ ديماند كنترول فنتيليشن، يعني تهويه حسب الطلب حسب الحمل حسب الحاجه. الصوت كده كده اوضح؟ كده اوضح؟ ايه ده؟ مش شغال ولا ايه؟ الو؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الو؟ يا استاذه سمر. الو؟ يعني بيتكلم على ديماند كنترول فنتيليشن. ما تخليش الفنتيليشن عندك ثابته كده، فتحت جدول 62.2 النمبر اوف بيبل قد كده والسبيس قد كده والمعيار بياخدوا الاثنين مع بعض وتقول انا حطيتها قد كده، لا واحده واحده. ممكن المكان يتغير فيه، يتغير فيه اللود، ممكن المكان يتغير فيه نمبر اوف بيبل، ممكن يتغير فيه سنسيبل لود.